هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي. الله الله نوافعه الشيخ سؤال شنو قلبت ضم بس السؤال هنا قبله هدي نين كذي كسر دافته أو أفريقيا أو قصر تكتي وضن كي يقعد دعوة تنا دعوة دي اللودي ده نينك إن لاك يانا وكيف أسخن كرتا الحمد لله رب العالمين مايا فسخوا ماهن وحاس وحكوي ماذا ماها قبلنا سيدة ظهرت إني صور دوفت يا فري ما شرعي واجب كأجل دقيرة صور دوفت وإن كان كسر دوفتين ما حد نك أقول صور دوفين هذا نورش صور دوفت أنت نورش أسمع الأولي لا تشو هذا نورش كوي ده أو كنا فري وايدو مركز فس شرعك فسخ هيا ناقتو مركز إنك كسر دوفته دنت هذا يصور دوفتي إنه رادك هذا دوف كذا أويد إن يأين كلا الله كلا قادي هذي أو سنويد إن واو سفر المعصية سفر كيلو إيه صار دوفته وما بناني هذو أويد إن يدوف كذا فوجيري دنت هذا أنا يصور دوفته حقوق ماله نك حقوق مالها ناك ترى واحد فسق أو فسحة هي حقوق أي نك كل هاي أي كوي ذيوه مركز قبرنا نك حقوق كل هاي ما فسق كرتو مركز قبرنا نك هذه كصور دوفتينا حقوق نكي كمالها لذلك ما فسخ كرتو نكاجي أنقو لن نالو هدي عذر بينا لن نال ترى أسي له شيء وكفره وعذر بين أفريقيا تكون إنا دادو لكن فسق قهرية ما يمه ليس شرع الإسلام ك فسق قبرنا وحقوق جلادي وحقوق إلى هيد أي ويدي محاكمة مصاريفتي يجوري يا نورش عينك كل هاي مركي عينك جواد وكويده شرع الإسلام كأو قلالها يعني كف سقطه لكن وقارم مركي كويدي ومركي أسي أي ممكنة أطهاي اسم كنيسة أي لتشوكته ماشي حاس كواحد أي لتشوكته أيضا كنا نفتح حقوق ملك بل إسكدة هذا تقول ست هذا هل كان تشوكة أفريقيا مت تشوكة تجد كأت كل نوفيس هذا واجب كون غرية مركز آدو تكتك بعدي أياد كو يالا نيسا نرشا دي أوطن أياد كو يالا نيسا أما إن أدو تكتا ومن تتيمة التسليم تسليم كي واجب ككواها ونكا إن أدو اسمك نساها غيب كم دوي مركز خرج كتك نوفا يسي مصاريف تادي يوحا يتيت كاك عدا لغاربا أو تك اسمك ني مركز كبعدي هداد نرشا ويدو مركز أدو فسخان كريسا لكن نكيو أفريقيا ترى إلا يسوع له في وعي هذا هو إنا على نفسك حول هاي نظام إسكوش يعني في سهنا وأنا سوء له في وعي أفريقيا ترى ترى سلاس فسق بكل هالأشياء هذا سلاس واحد الله إسكوش قام كمد معها هالشيء بعد نكاس إسكوش فريق ريسان والله أعلم بسواء ما شاء الله الله نو أنفعه وحنا كعور دارنا إن لما نقف كي أسئلي سلقي جوابين سؤالها أي أذو بدن مر بدن مركا وإني دادهم بالغيابة sidoo kale su'aalo badan waxa la keenay la soo celceliyay waxaan ka codsanahay qofkii su'aal qaba inuu ku hor daba galo dhageysto ka bacdi markaas wuxuu ka waayay asoo weydiiyo marka su'aal laga jawaabo ugu soo laalaafta ama sidaas ka tan ugu dheeradan waa maxsantiin galabtan intaas inoo agtahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh zatni nasamatul layali fatara bibali.